حكيناش تكلمات كلها على هذا الحكاية. احنا كما احنا سوريا ما كناش ننتظر هذا. وأقول شكرا سيد رئيس الجمهورية، شكرا سيد الوالي، هذا ما نقول شكرا. الآن ندعو السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتقديم كلمته بالمناسبة. Premièrement, je tiens à remercier le président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, de nous honorer. C'est une fierté pour l'Algérie entière. Je suis très heureuse d'être parmi l'équipe qui sont partis à la Syrie. C'est une fierté. On savait bien que pendant la guerre, c'est la jeunesse qui a participé énormément pendant la guerre. Et actuellement, pour moi aussi, je vois que aussi la jeunesse joue un rôle dans cette action. Monsieur Louani, merci aussi pour cette réception. Aussi, le Croissant Rouge, il a besoin de vous. Kimakolo, il nous faut soutenir à Windows. Lied Fuliet, on peut faire tout. Donc, le Croissant Rouge de la Oula et Tizi Ouzo, actuellement, alhamdoulilah, et ça commence à être sur le terrain actif, donc, mais malgré tout, on a besoin de vous, Monsieur Louali. On a besoin de toutes les administrations de la Oula et Tizi Ouzo. Merci. Donc, la première fois, il connaît, c'est vraiment, on ne s'attendait pas à ces. أشهد خدمة كان ديفال باش يبان بلي واش دا واش خدمنا دونك ولا ايتي لا سيري دون بور فير ان دو فوار هيومانيتير سولمون دايور سا في ميم با او وي الي لا سيري دون تركي مي لا موبيليزاسيون دي جون اي لي بينيفول سكول دو كامونسون الجزائريان اون ا ايتي سور لي ليو اي اون ا اوموري لالجي اي فرانشمون جو ماتوندي با ا سو الكلمة هذا ولا الشكر هذا لتنمية لهم صحيح. شكرا. أولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة الحضور، السلام عليكم جميعا. أولا نشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذا التكريم، كما نشكر السيد الوالي على هذه المناسبة السعيدة، لكم كل تحية وتقدير السيد الوالي، كما أيضا أشكر رئيس الحكومة الحمار الجزائري عفوا السيدة الدكتورة حملة ابتسام على كل المجهودات التي تقوم بها حتى تبقى راية الهلال الأحمر الجزائري دائما في طالعها وزملائي من الهلال الأحمر الجزائري ولاية تيزي ويزو خاصة وأقول لكم شكرا لكم ذهبنا إلى عملية إنسانية أولا وقبل كل شيء الحمد لله ربنا سالمين كل هذا الشيء من أجل رفع الراية الوطنية عاليا تحيا الجزائر ولا يرحم الشهداء شكرا Donc, Zouf Laoud, alors, comme le coulis chèque, il y a une escroque à Paris, c'est Jumouria, c'est le Wali à l'arrivée de Tekrib. Je vous le dis, on a fait une mouhime insania sans attendre ça. Merci bien, tout comme ça. Salam alaikum, c'est un honneur d'il y a déjà parmi les mecs du Croissant Rouge. وكذا جو رميرسي نوتر بريزيدون نوتر والي بور سيت كوموراسيون عطاكم الساعة. شكرا. تباعا تفضل. أديني غا زوف الأول فمزوري كنشكر سويتك دوزا غريف كان راي كامل بلا ما نسوى الوالي وكني نروح نخدم مكني خار نعاون في مثلا غدي لاسيري عمل إنساني وكني نتواصل بليك الذراع اليمنى العمل الإنساني للدولة الجزائرية وكان الغاية الأسمى لنا هي رفع الراية الوطنية عاليا وشكرا. شكرا. الزوج الأول أكوني ثميرتي سي الوالي ثميرتي بريزيدون لا ريبوبليك الثاكي كلية تاخذنا أي مارجيري الكل ثميرتي. شكرا. أجبرك أنا زوج كون نشكر السيد الوالي على هذا التكريم ما قمنا إلا بواجبنا هذا واجب إنساني وواجب وطني.